على خلفية ضرورة قيام نقابة المحامين والمحامين بواجباتها الأساسية الوطنية والحقوقية والإنسانية، فإن النقابة لا تزال تتابع باهتمام الآثار التي ترتبت على فض التجمعات والتظاهرات السلمية المطالبة بحقوق الشعب العراقي، وبالتالي فإن فريقا من المحامين المتطوعين قد شكل لهذا الغرض باشر يعني مهامه المحددة مبكرا، وإن هذا الفريق من المحامين يعمل الآن جاهدا من أجل إطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين، وأن النقابة في كل الأحوال سوف تواصل هذا العمل من خلال هذا الفريق الجزائي الذي شكل من المتطوعين وبأعداد كبيرة، وإننا بصدد توزيع هذا الأعمال سواء كان في بغداد وعلى مستوى المحافظات التي تمت فيها التظاهرات، وبما يكفل الوقوف إلى جانب المتظاهرين والوقوف إلى جانب الشعب العراقي ومطالبته الدستورية من أجل تلبية مطالبه الدستورية والقانونية.